حبايبي بحبكم حابة كتير. الجولة التانية وانا عند اخوان فاضل، عايزة اقول لكم الايد الاولى معتمد رسمي، عايزة اقول لكم المكان، رجعوا للجولة الاولى وما تنسوش تتفرجوا عليها في حاجات مهمة. يلا بينا على قسم جديد ونشوف الحلويات، خليكم معانا. مش بقول لكم السنتر كبير، يلا بينا. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين احنا لسه نازلين اهوت. عايزة اقول لكم شغل رائع، توكيل معتمد، اشكال والوان زي ما انت عايزه. شايفين الحلويات، هنقوله بقى اسعار كل حاجه بالتفصيل. اللي عايزه كبه هتلاقي، شايفين انا جايبه لكم ماركات معروفه، تورنيدو ماركه طبعا معروفه. شايفين حتى الشفاطات، كل ما تتخيليه. يعني ايه جمله الجمله؟ يعني الايد الاولى، يعني بتاخدي تخفيض كمان على التخفيض الاساسي، علشان انت جاية من مشاوير شيماء الحداد. يعني ما تنسيش ابدا ان انت تقولي ان انا من مشاهدين مشاوير شيماء الحداد عشان تاخدي الخصم بتاعك. عايزة اقول لكم الشاشات بقى بالبساط بتاعتها لحد 65، شايفين كل انواع الغسالات اللي انت عايزاها هتلاقيها موجودة. ده كده نبذة مختصرة عن الشغل، ويلا بينا. حتى ما سبناش الساعات وجبنا لكم الساعات، انتوا متخيلين الجمال والحلويات؟ بصوا المعرض كبير. ازاي حضرتك يا استاذ ميلاد، هتقول لنا ايه بقى النهاردة وقول لنا العروض اللي عند حضرتك؟ من ناحية الديب فريزر، ده ديب فريزر فريش افقي، بيبدأ معاكي من 130 لتر. من 130 لتر. 130، 190، 220، 270، كل ده بيبقى شغال معاكي زي الفل. بصوا انتوا شايفين قد ايه الساعة بتاعته. الناس اللي حابة الافقي اهوت، وكمان هوريكم الرأسي. بصوا كده احنا بالمساحات، ده مساحة اكبر منه، ده بسم الله ما شاء الله، ده اللهم بارك، يعني ده كبير جدا جدا جدا. كل اللي انا بفرجه لكم ديت ماركت فريش. تعالوا كده على التفاصيل والتركات اهيت، خدي سكرين شوت للموديل اللي انت حباه وتعالي اسألي عليه. طيب بالنسبة للاسعار، هنا توكيل. يعني ايه توكيل؟ يعني بيطلعوا الشغل بتاعهم جملة. اللي اقدر اقوله لهم استاذ ميلاد، اللي هيجي من مشاوير شمال حداد ايه اللي هيتعمل معاه؟ هيتعمل له خصم، واحسن خصم ممكن ياخده. طيب ده يونيون اير، تمام. ده يونيون اير، ده سعته قد ايه؟ ده 175. ده 175، ودوت فريش. ده 190. ده 190. بصوا ده من جوه الشكل العام، من جوه معانا ماركه معروفه جدا، هي ماركه فريش. قول لنا بقى مواصفاتها. ده بيبقى 7 درج فريش بموتور بقى قد ايه كبير، شايفين يعني. عدوا بقى 1 2 3 4 5، ده كام درج؟ 7 درج. يا ما شاء الله اللهم بارك، دي عايزه عيله كبيره. انتوا شايفين الصيف بقى وحلوياته، يلا والعيد جاي وهتضحوا، مش هتلاقوا مكان للحمه. عايزه اقول لكم تعالوا هاتوا فريش السبع درج ده، وكمان ده بيكو دوت تركي، صح كده معلوماتي؟ برده ده كبير، ده 7 برده درج، صح كده؟ طيب انت بقى يعني قول لنا مميزات كل واحد فيهم. هو الفكره ان الفريش بيبقى ضمانه 10 سنين شامل، تمام. وموتور ال جي، ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده موتور ال جي اللي هو فريش دوت، وضمانه 10 سنين بالظبط. اي حاجه في التلاجة 10 سنين، 10 سنين. فانت ما تقلقيش في الحته ديت لو ناوي تشتري دي فريزر. طب وبالنسبه لبيكو؟ البيكو بيبقى ضمانه 5 سنين بس، خامات وتقفيل تركي. خامات وتقفيل تركي، يعني شغل مستورد يا جماعه، شغل مستورد، وانتوا طبعا عارفين يعني ايه شغل مستورد. تمام. وفي بقى بينزل منه 6 درج وال5 درج. 6 و5 درج، كل ده موجود ومتاح عند اخوان فاضل. طيب في فريش اهو زي ما انا بقول لكم، اللي هو المقاس الاقل منه في الادراج، وبرده اهو بيكو المقاس الاصغر. ده جد فريزر برده كريازي، ضمانه 10 سنين، والتلاجة بقى كمان 10 سنين. في كمان المقاس القدم اللي هو اقل منه، دي كام قدم؟ دي 10. دي 10، واللي هي السمراء دي 16. فريزر المقاسات اللي هي كام بقى ديت؟ الاقل شويه.
الخمسة دي فريزر للخمسة درج. لو وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم، واشوف كومنتاتكم حلوة عشان ارد عليها. قلنا بقى مميزاته، ده برضو نفس الكلام ضمان 10 سنين شامل، ده ضمان 10 سنين شامل. وعايزة اقول لكم اهية اللوحة الديجيتال دي مهمة جدا جدا. كام درج دوت؟ دي 5 درج ورف تلج. 5 درج. حلو الرف التلج ده يا جماعة، مش بيبقى في اي جيب فريزر. ده غير كده ان كيازي الوحيد المتميز باوسع درج ممكن تشوفه. انت شايفين كريازي يا جماعة اللي انا لسه بتكلم فيه ده؟ كريازي مساحة الدرج فعلا كبيرة، مساحة الدرج كبيرة، وكمان فيها السعة المعيارية اللي انت تقدري تتحكمي فيها في كل درج. انتوا واخدين بالكم من التركات والحركات اللي انا بركز فيها؟ غير كده كمان ان غير ان الدرج واسع ممكن يستحمل معاكي اي حاجة، متحمل كمان على رف بايركس. انتوا اهو دي بقى الحاجات اللي مش في اي حاجة، دي الحاجات اللي مش في اي حاجة. احنا بنجيب لكم مميزات كل حاجة، بنقول لكم مميزاتها وعيوبها. قولنا ايه تاني؟ ده بقى الشاشة بقى، ده الموديل الجديد بتاع دي فريزر الكريازي. بينزل منه موديل اقدم بس الانتاج جديد، يعني انا بتكلم في الموديل. الموديلات ده بقى الموديل اللي هو شاشته ديجيتال. تمام. ده اللي هو زرار اللوك، لو عندك اطفال وعايزه تقفلي الديب فريزر بتدوسي عليه ما يفتحش معاكي. تحفه، الفكره دي رائعه. ده السوبر فريز، لو عندك اي حاجه عايزه تجمديها بسرعه بيجمدها لك. تمام. ده الالارم، لو انت الباب مفتوح هو بيرن لك عشان تيجي تقفلي الباب. بصوا عايزه اقول لكم فعلا المميزات دي مش في اي دي فريزر. عايزه اقول لكم فعلا لا، كريازي حلو قوي الموديل دوت، من يعني موديل دوت حلو. ده الخمسة درج بتاعه برضو، بس الموديل الاقدم. اوش الموديل الاقدم هو بس الادراج بتاعته بتبقى باغة. الادراج باغة، وانا عايزة اقول لكم صدقوني الادراج دي بتبقى عملية جدا. هي بصوا هي اذواق، هي الفكرة في ان هي اذواق. يعني عايزة اقول لك ما تتغريش في الباغة، الباغة دي يعني ما تتغريش فيها. هقول لكم يعني احنا دايما نتكلم بالمصداقية. دي سمع الرنة، تعالي كده بصي، دي غسيل، دي لو وقعت منك مش هتتكسر. ده لو اخدتي الدرج غسلتيه مش هتتكسر. وبصي برضو في هنا الساعة المعيارية زي اللي في ايه، زي اللي في الموديل اللي قبله، بس اللي قبله احدث منه يا جماعة.